مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. خلال الأسبوع القادم نتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، وطيلة أيام الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد بداية للارتفاع على درجات الحرارة، بتكون الأجواء صيفية عادية. يوم الأحد درجات الحرارة حول معدلها أو أعلى بقليل، درجة إلى درجتين. الحرارات العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية، معدل الحرارة العظمى 33 ومعدل الصغرى 22. معدل الحرارة العظمى في المرتفعات الوسطى بحدود 30 ومعدل الصغرى 20. معدل الحرارة العظمى في المرتفعات الجنوبية 28 ومعدل الصغرى بحدود 18. الأغوار طبعا أجواء حارة، ومعدل درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 38-39 والصغرى ما بين 28-29 درجة مئوية. العقبة أيضا أجواء حارة، العظمى المتوقعة 39 والصغرى 29. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا، 35 العظمى والصغرى 23. الرويشد والبادية الشرقية أجواء حارة، العظمى المتوقعة 29 والصغرى 39 العظمى في الرويشد والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الاثنين توالي درجات الحرارة ارتفاعها، بحيث تصبح الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 أو 5 درجات مئوية. العظمى معدل العظمى المتوقع في المناطق الشمالية 35 ومعدل الصغرى 23. المرتفعات الوسطى معدل العظمى بحدود 32-33 ومعدل الصغرى بحدود 23. المرتفعات الجنوبية معدل العظمى 30 ومعدل الصغرى 20. الأغوار أيضا أجواء حارة، تتراوح العظمى ما بين 40-41 والصغرى بحدود 30 درجة مئوية. العقبة أيضا أجواء حارة، العظمى 41 والصغرى 30. المناطق البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 36-24. الرويشد والبادية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة 41 والصغرى 26 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، معدل درجات الحرارة العظمى في المناطق الشمالية والمرتفعات الشمالية 36 ومعدل الصغرى 24. المرتفعات الوسطى وعمان تتراوح أيضا، معدل العظمى يتراوح ما بين 33-36 ومعدل الصغرى بحدود 23. المرتفعات الجنوبية معدل العظمى يتراوح ما بين 31-33 والصغرى بحدود 20 درجة مئوية. الأغوار طبعا أجواء شديدة الحرارة، العظمى بحدود 41-42 والصغرى بحدود ما بين 30-32 درجة مئوية. أيضا في خليج العقبة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة 42 والصغرى 32. البادية الجنوبية الشرقية العظمى 38 والصغرى 24. البادية الشرقية ورويشد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة في رويشد 43 والصغرى بحدود 26 درجة مئوية. يوم الأربعاء تستمر الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 3-5 درجات مئوية. معدل العظمى المتوقع في المناطق الشمالية 36، معدل الصغرى 22. المرتفعات الوسطى معدل العظمى ما بين 32-35 ومعدل الصغرى بحدود 21-22. والمرتفعات الجنوبية
معدل العظمى بحدود 31 إلى 33 ومعدل الصغرى ما بين 19 و20. الأغوار أيضا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، العظمى بتكون ما بين 40-41 إلى 42 درجة مئوية، ومعدل الصغرى بتكون بحدود 30-31 درجة مئوية. خليج العقبة أيضا أجواء شديدة الحرارة، العظمى 42 والصغرى 30. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة 38-23، والبادية الشرقية والرويشد أجواء شديدة الحرارة 43 إلى 24 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا تبقى الأجواء حارة مع انخفاض قليل على درجات الحرارة، يعني تنخفض درجة إلى درجتين، لكن يبقى الشعور تبقى درجات الحرارة حارة، ويبقى الشعور بدرجات الحرارة بأنها حارة والأجواء حارة. في المرتفعات الشمالية معدل درجة الحرارة العظمى بحدود 35 ومعدل الصغرى 21. في المرتفعات الوسطى معدل العظمى ما بين 31 إلى 33 والصغرى بحدود 21. في المناطق الجنوبية معدل العظمى ما بين 29 إلى 31 ومعدل الصغرى 19. الأغوار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، والبحر الميت أيضا أجواء شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة في البحر الميت 41 والصغرى 31 درجة مئوية، الأغوار بحدود 40-41 والصغرى بحدود 30 درجة مئوية. العقبة أجواء شديدة الحرارة 41-30. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة و36 إلى 24، وأيضا البادية الشرقية أجواء حارة 41 إلى 24 درجة مئوية. يوم الجمعة أجواء حارة أيضا ما بين في معظم مناطق المملكة ما بين حارة نسبيا إلى حارة، معدل عظمى في المناطق الشمالية 34 ومعدل الصغرى 22. المرتفعات الوسطى 31 إلى 33 معدل العظمى، ومعدل الصغرى بحدود 21-22 درجة مئوية. في المرتفعات الجنوبية معدل العظمى ما بين 29 إلى 31 ومعدل الصغرى بحدود 19 درجة مئوية. أما الأغوار أجواء حارة، العظمى المتوقعة في الأغوار والبحر الميت بحدود 40-41 ومعدل الصغرى بحدود 30-31 درجة مئوية. أيضا العقبة أجواء حارة، معدل العظمى بحدود 40 والصغرى 31 درجة مئوي. والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة 38-23، والرويشد أجواء حارة والعظمى بحدود 39 والصغرى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله، ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر هذا الأسبوع، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وأيضا الإكثار من شرب السوائل ولبس الملابس البيضاء القطنية الفضفاضة، وأخذ الحيطة والحذر في معظم مناحي وجوانب الحياة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وشكرا لمتابعتكم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.